الهيباتيت او ما يسمى بالتهاب الكبد الفيروسي هو عباره على واحد التهاب في خلايا الكبد، ما يسمى بالسيلول هيباتيك او لي زيباتوسيت. وهذا الالتهاب الكبد الفيروسي ناتج على بعض الفيروسات اللي هي من انواع مختلفه، خاصه فيروس من نوع بي ومن نوع سي، اللي هما عندهم واحد الجاذبيه بالنسبه للكبد، ومن كيدخل لجسم الانسان كيؤدي الى واحد المرض اللي هو التهاب كبد فيروسي، اللي اخطر ما هو فيه انه كيعطي وكيولي اصبح مرض مزمن. وهذا المرض المزمن او ليباتيت كرونيك هي اللي كتكون عند الخطر كتؤدي الى ما يسمى بتشمع الكبد او الالتهاب سرطان الكبد. اذا هذا المرض الخطوره ديالو كتجلى انه مرض صامت ما عندوش اعراض كتكون مش ظاهرين، او بالاحرى الاعراض كتكون بسيطه جدا وما كتعطيش اهميه لا للطبيب ولا للمريض باش يمشي عند يحاول يشوف الطبيب ديالو باش يقوم بالتحليلات. وهنا كيبقى هذا المرض في واحد الزمن، واحد المده زمنيه طويله، حتى مع الاسف كيظهروا ما يسمى بالاعراض الجانبيه او المخاطر اللي كتظهر او لي كومبليكاسيون اللي هما كتعرفوهم، اما النزيف دموي حاد، اما سيلان في البطن ما يسمى بلاسيت، او ما يسمى بتشمع الكبد في المراحل النهائيه ديالو، واللي كيعطي مع الاسف حالات كثيره جدا سرطان الكبد اللي يؤدي الى الموت. اذا المرض التهاب الكبد الفيروسي الخطير والاهم هما هادو اللي حاولنا نطرقوا لهم. هناك اسباب اخرى على التهاب الكبد الفيروسي اقل خطوره، علاش؟ لان ما كتوليش مزمنه، من خاصة منها ليباتيت أ ما عندهاش حالات مزمنة، والزيباتيت اللي عندهم ناتجين على عوامل أخرى كالأدوية تناولها بشكل مفرط، أو الناس اللي عندهم واحد وزن كثير ما يسمى بلاستاتوس دو فوا، اللي كيولي الكبد كذلك فيه واحد كيسمى كبد دهني. هادو كلهم زيباتيت، ولكن الخاصية ديالهم أنهم أقل خطورة من ليباتيت بي وليباتيت سي في الحالات ديال المزمنة اللي كما شرحت لكم كتدي إلى هذه الاضطرابات. الأعراض كيفاش كيحس الإنسان المصاب؟ هو مرض صامت في غالب الأحيان، حالات قليلة كنلاحظوا بعض الأعراض. مثلا إنسان كيكون عنده واحد الألم في البطن ديالو بالجانب الأيمن، كيكون عنده عياء، كيكون عنده ألم في المفاصل ديالو، كيكون عنده واحد الحالات ديال القي ما يسمى ولا ديسبيبسي. وهذا كلهم نفس خاصية الكبد كنقدروا نلاحظوها في جميع الأمراض أخرى، أو في أمراض اللي هي سهلة جدا. وبعض المرات تكون حالات ما يسمى بحالات تشبه الزكام، سيندروم بسودو غريبال، ما كيعطيش أهمية الإنسان ليه حتى كنوصلوا مع الأسف للحالات المزمنة. إذا ما كنتظروش حالات، قليل جدا الحالات اللي كتظهر فيها بوصفر، لأن بوصفر ملي كيظهر كتكون حالة مزمنة متطورة. الحالات 90% ديال الحالات الأخرى، وهذا هو الخاصيه الخطيره جدا، بجانب انه مرض صامت حتى العلامات الاوليه كتكون صامته، وبالتالي ما كنقدوش نحددوا التشخيص بواحد المده زمنيه معينه. وهذا هو ناقص الخطر ان صح التعبير، باش نحضروا الناس ونوجهوهم باش يقوموا بالتشخيص المبكر اللي كيجعلنا ناخذوا المرض في البدايه ديالو، والعلاج كيكون الحمد لله الان العلاج اصبح متوفر ومتناول الكثير ديال المواطنين، وهنا نقدروا نحلوا المشكل، يعطينا الدواء في الوقت ديالو المناسب في بدايه المرض، باش نقدروا نقضيو نهائيا على هذه الافه بشكل كبير.